خير. احنا النهارده في فرح كبير، هذه المشاركه المكثفه للشعب المصري العظيم تدل على وعي ان ليس فقط حق الانتخاب مجرد حق دستوري، ولكن واجب اصيل على كل مواطن مصري، لنؤكد للعالم كله والدنيا كلها ان مصر بخير، والشعب المصري يقف صفا واحدا في يعني خاصه في الازمات اللي العالم كله بيمر بها حاليا. ده بيدل على اصاله هذا الشعب وعلى تراثه الفكري والحضاري وعمق فهمه لقضاياه الوطنيه والانسانيه. احنا النهارده ده يوم عيد بالنسبه للمصريين. انا بدعو كل مصري لم ياتي الى لجنه بعد ان يجادل وان يتكفل حضور المصريين جميعا في هذا اليوم العظيم وفي اليومين المقبلين ان شاء الله. انا بحيي واناشد كل المصريين في النزول مع نزول المكسر كما ذكرت، وانا احيي كذلك المصريين المقيمين في الخارج وشعورهم الوطني العظيم اللي كلنا شهدناه والكثافه اللي نزلوا بيها تأييدا لوطنهم، ومنهم من سافر مئات الاميال داخل بلد واحد لكي تعود الى السفارات والقنصليات في الخارج وتكبد مشقه بالغه. في النهايه انا بشكر قضاه مصر العظماء في اشرافهم على العمليه الانتخابيه بدقه وبكفاءه، واشرفوا اشرافا كاملا على هذه العمليه النزيهه الجميله. شكرا جزيلا.